Hello beautiful ladies and welcome back to my channel. I am back with another video. اليوم عندي لكم واحد الفيديو جد متحمسه انا كاع هولز ديال الحوايج وداكشي كنكون متحمسه جدا ليهم باين حتى هي متحمسه كتسمعوها. يس اوكي اي ويل فينيش فيرست. ملي كيكون اوف كيدير الحرب العالميه في الدار عرفتي ما نقدرش نقول لكم شحال ديال الغوات وديال الصداع باين كتلعب وكتغوت فضيحه. anyway اليوم عندي لكم واحد الهول سبيسيال غادي تكون من عند واحد الابليكيشن اللي عندنا هنايا اللي سميتها 6 شوب ستريت. المهم هما عندهم صراحه اولا 6 ستريت شوب ولا 6 شوب ستريت anyway عندهم دي تريك اللي هما زوينين. شنو هو احسن حاجه في هاد الابليكيشن؟ هي كتجمع ما بين بزاف بزاف ديال البراندات اللي هما كاين بريميوم براندز كاين المهم عندهم 160 براند اللي عندهم يعني ماركه اللي عندهم في هذاك الويب سايت ديالهم ولا في الابليكيشن ديالهم. كلهم عندهم بريميوم براندز عندهم براندات اللي هما رخاص عندهم براندات اللي هما كواليتي زوينه ورخاص بحال ترينديول اللي هو واحد البراند كنتو كتعرفوا اللي هو تركي اكيد ما عندكم في المغرب فهذا براند فريمون رخيص بزاف ولكن كواليتي ديالو زوينه. كاين واحد سميتو كلوزيت كاين ال سي واي كيكي كاين تومي هيلفيجر كاين ليفيس كاين كلشي شنو اخر مايكل كورس. المهم بريميوم براندز نايكيز اديداس كلشي كلشي بريميوم براندز وكاينين براندات اللي هما رخاص فاللي بغيتوها كاينه. فانا طلبت من عندهم يمكن شي 20 ايتمز شي 20 حاجه اللي طلبت من عندهم واليوم جيت باش نقيسهم ونوريهم لكم. فيهم حوايج وفيهم حويجات اخرين للدار فانا كل مره غادي ناخذ من عندهم شي حاجه غادي نبقى نشاركها معكم. ات ذا سيم تايم جبت لكم ديسكاونت كود اللي هو زوين. شوفوا هادشي كامل اللي غادي نوريكم ديجا ديسكاونتد يعني ديجا عليه ديسكاونت حاطين عليه هما ديسكاونت وفوق هذاك الديسكاونت اللي هما حاطين عليه غادي تحطوا امل 1 اللي هو الديسكاونت ديالي وغيطلع لكم ديسكاونت فوقه. فهمتي شي حاجه؟ المهم داكشي اللي بغيت نقول لكم. فندوزو بلا ما نطول عليكم الهول ديالنا. اول حاجه غنبدا لكم بها هي دريسز. سو اول روب غادي نبدا لكم بها اللي هي هاد لا روب. شوفوا انا غنقول لكم بلي انا قررت ولا قررت في هاد الاتليس هاد البورتشيس اللي خديت من عند شوب ستريت ولا 6 شوب ستريت اني بغيت ناخذ حاجه اللي كومفورتابل ديال كل نهار ما بغيتش ناخذ غير حيت انا كناخذ بزاف ديال هكا لي روب ديال السهره لي روب ديال الخروج وداكشي ومني كنبغي نخرج مع بنتي ولا غير مع راجلي للمول ولا غير مع فور اكزامبل تاتا ولا اختي ولا حاجه فما كنلقاش حاجه اللي هي براكتيكال ديال كل نهار سورتو لي روب. ما عنديش حاجه هكا كومفورتابل واسعه كلشي عندي مزيان فوالا خديت هذه اللي هي هذه. شوفوا الشكل ديالها انا غادي نقول لكم سايزز دابا ملي نهضر معكم وغادي نعاود نهضر معكم اكثر ملي نوريكم كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. هذه خديتها من ال سي واي كيكي اللي هو هذا ال سي واي كيكي. انا اول مره باي ذا واي كنستعمل هذا البراند ولكن دخلنا هذا البراند. فالسايز خديت 34 اللي هي تكون سمول ولا اكسترا سمول هادشي اللي كناخذ ديما. فوالا هذا هو الشكل ديالها كتجي فريمون كومفورتابل لواحد الدرجه ما كتصورش وغادي نشوفوا في اللبسه ديالها. اول غوب عندنا اليوم اللي هي هاد لا غوب. هاد لا غوب ديال كل نهار باي ذا واي داكشي علاش انا خديتها لان ملي كتبغي تخرجي بارفوا مع البيبي وشي حاجه تبغي شي حاجه يعني شويه طويله على اللي كنلبسو عاده انا اللي كنلبس انا عاده. وحاجه اخرى هي بالنسبه لها اللي باغا تجلسي تاكلي فيه وكلشي فوالا مريح واسعة فوالا. وهذه اللي عجبني فيها هي انك تقدري تلبسها في الصيف غادي ديري لها هكا طلعي هادو فوالا وزيدي عليهم هكا يعني ساندوز ماشي بالضروره هادو انا باش نوريكم لبست هادو انا جو بريفير نلبس معاهم حاجه نوار وسينو في البرد هكا تبطي هادو هكا وتلبسي معاهم بوت تقدري تلبسي بوت ويجيو زوينين. فوالا هذه هي اول غوب عندنا اليوم. اي لافيت لي كولور ديالها زوينين فوالا و لي بري ديالهم نازلين باي ذا واي هما اوريدي ديسكاونت يعني عليهم ديسكاونت وانا غنعطيكم كود يعني يزيدكم ديسكاونت فوق ديسكاونت اش بغيتو. فوالا هادي هي اول غوب ديالنا اليوم. تاني دريس عندنا اللي هي هادي. هادي ما غتشوفوها دابا ما غنعطيهاش حقها اكيد. هادي من عند ترينديول اللي كتشوفوا وخديت فيها 36 ما عرفت واش عندهم سايز صغر من هذا 34 ولا شي حاجه. الا كان 34 وكان عندكم نفس لا طاي ديالي خذوا 34 لان كتجي شويه كبيره من هنا على حسابكم نتوما اللي كنتو كتبغوها مزيده اكثر. بالنسبه لي انا هذه مزيانه ما نحتاجش يعني ناخذ شي حاجه صغر. بالنسبه لي انا كيف ما قلت لكم كنلبس 36 هنا الطول ديالي 166 يعني 166
فبالنسبه للناس اللي ديما كيسولوني وشحال فيها من كيلو، فيا 56. هادشي اخر مره عبرت راسي، ما عرفتش دابا شحال يكون فيا، يقدر يكون فيا اكثر. فوالا فريمون اللون ديالها جذاب وجميل جميل 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 بزاف، جربوها وشوفوا كيفاش كاين. Our second beautiful dress هي هادي اللي انا صراحه الا ما تشوفوا هاد الدريس كيعجبوني لانهم كيجوني مودست طوال، كيف ما كتشوفوا فيهم الليتل سليت اللي هي كتوري شي حاجه وماشي بزاف يعني، فكتجي هكا يعني they're not super tight to be honest، يعني تقدري تاخدي one size smaller than this one إلا بغيتي شي حاجة تجيك هكا مزيرة بزاف. أنا بالنسبة لي هكا يعني I like it لأنها comfortable ما عنديش مشكل. فأولا هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي، البيسة ديالها كتجي فريمون زوينة، كتجي comfortable، حتى الشكل ديالها يعني quality wise باينة بلي راه very nice very good quality. هادي يمكن من كلوزيت، لان شوفوا شوب ستريت عندهم براندات، فهادي يمكن من كلوزيت الى يا اي ثينك يا ترينديول يا كلوزيت. هذيك اللي وريتكم الاولى كانت من ال سي واي كيكي، انا هادي يمكن يا كلوزيت يا ترينديول. مهم ترينديول انا خفت عندهم بزاف ديال دريسز، دير سوبر نايس كواليتي وايز زوينه بزاف. هادي حتى هي اي لاف ات، I think it's amazing. وانتم قولوا لي شنو عجبكم، واش عجبتكم هاد لافون ولا لا. انا غير لبسه مع هاد الشوز باش نوري عليكم. سو فوالا ندوزو لغوب اخرى اللي حتى هي سوبر سوبر كومفورتابل، حتى هي تري كومفورتابل. هادي عجبتني بزاف، انا عارفه بلاصتي غنبقى لبسها بزاف 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 بزاف. هادي حتى هي من ترينديول، وهادي خديت فيها 34 كيف ما كتشوفوا. فوالا احسن حاجه فيها شنو، شوفوا ما في لافوتو غتكون تبان لكم شايني، ولكن شوفوا في الحقيقه راه اتس نوت شايني. واحسن حاجه فيها هي باكيتس، فيها جياب، اي حاجه فيها جياب انا ام سولد، صافي ناخذها سور بلاس. فوالا هذه هي ثالث غوب عندنا، وشوفوها في اللبسه كيفاش. Another beautiful midi dress. So هاد الدريس هادي هاد لافوب اهم حاجه، it has pockets. So look at this, عندها pockets اللي هي اهم 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 حاجه، من اكثر الحوايج اللي انا كنشوفها كنقول sold، شريتها بغيتها. فوالا هذا هو الشكل ديالها. هاد لا كولور اصلا هو سوبر سوبر تريندي، وسيرتو دابا مع الفول وداكشي هو واحد لا كولور اللي هو زوين. حاجه اخرى هي خاصها تصلح، يعني بلا ما تقولوا لي حتى شي حاجه عارفه خاصها تصلح، ولكن انا غير بغيت نقيسها لكم، اصلا اول مره تنحلهم فقلت ضروري نقيسهم لكم. اول حاجه انا حاولت اني ناخذ حاجه اللي سوبر براكتيكال بالنسبه ليا انا كأم، ملي كنبغي نخرج مع بيان كنبغي حاجه هكا كومفورتابل. سختو هذه طويله، انا عارفه بلي هذه it's gonna become my everyday dress، غادي نلبسها كل نهار يعني، غادي مسكينه غادي نبهدلها مسكينه، ولكن اكيد غادي نلبسها مع هذه. انا لبست هذه غير باش نقيسها لكم، ولكن انا جو بريفير نلبسها مع سنيكرز كونفيرس داكشي ديالي. عندي واحد الاير فورس تا ما نقدر نلبسها مع نايكي اير فورس، بزاف بزاف ديال الحوايج. فوالا هادي هي لا غوب الثالثة ديالنا، قولوا لي كي جاتكم. ندوزو لهاد الكيوتنس، هادي واحد لا غوب، شوفوا دابا كيفاش كتبان لكم حالتها، هي كتبان لكم حالتها حالة، حتى الماتيريال ديالها سخون 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 بزاف، ولكن شوفوا الحاجة تتشوفوها فريمون هكا تتحقروها، ولكن ملي تتلبس على باش تبان لكم كيفاش دايرة. هادي كتجيب واحد لا سانتور ديالها، فوالا هادي هي لا سانتور ديالها، نفس اللون ديال هادي، ولكن خصكم تشوفوها في اللبسة ديالها كيفاش كتجي. هاو كيوت هاو كيوت هاو كيوت. هادي من عند ترينديول حتى هي 34، ديجا قلتها لكم ياك. anyway اي فوالا ترينديول 34 كتحمق، شوفوا في اللبسه. هلو جايز، لوك ات ذيس جورجيوس بيوتيفول دريس. اوكي كيف جاتكم هاد الدريس؟ انا عارفه خاصها تصلح، هادي اول حاجه لان كتشوفوها من هنا ما عطيهاش حقها، مني غادي تصلح غادي نشوفوا ليا هادي هاو جورجيوس هاد الدريس. ات توك my heart it took my heart away. so كما قلت لكم هادي اعتي by the way سخونه سخونه سخونه، ماش كيبان لكم الماتيريال ديالها، ولكن الا شفتو عن قرب يعني كتبان لكم بلي راها سخونه 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 بزاف. ثاني حاجه انا لبستها لكم غير مع هاد ساندلز باش نقيسها لكم، مي تقدروا تلبسوها مع بوتس، انا باغي نلبسها مع بوتس هكا في النواخ، جو بريفير نلبسها مع بوتس في النواخ لان مشهيه هكا كسيوه شورت قصيره مع بوتس في النواخ. تقدروا اوف كورس تلبسوها مع ساندلز الا بغيتوا، ولكن انا بغيت نلبسها زعما كيحيد دابا شنو دابا البرد، انا هنايا البرد ديال دبي. فوالا هذه هي لا روب، زوينه زوينه زوينه. هاد البلت it adds too much to it، ما
not too much, so much in a good way. So voilà, هذا هو الشكل ديالها. جاتني so cute, فكرتني في ايام الليسي, فكرتني في الايام حسيت باسي بنيت صغيرة مازال. ف voilà اللي كرين. It is so cute. هكا كانوا عندي لي جوب ملي كنت كنقرا في الليسي, كانوا كاع الكتيوات ديالي ولي جوب ديالي كانوا دايرين هكا كومين باربي. كي جيتكم صراحة I love it. هادي عجبتني بزاف بزاف. يكون كيبان لكم بلي كنبني واحد جبل اللور هنايا. الجم يجمع لي انا ملي كندير توايون هولز كنبقى نفكر الجم يجمع لي هذيك الروينه. Anyway, so هليا لان انا I'm in love with this dress. عجبتني صراحة هاد الدرس بزاف. باي ذا واي دير سو تشيب والله رخاص رخاص بزاف. وان توب من هذاك زعما هذاك الرخاء اللي ديجا رخيص وديجا ديسكونتد, كتاخذوا ديسكونت اخر اللي هو ديالي انا, فكتطلع فريمون رخيصه. ففوالا هذا الشكل ديالها. مازال ما سديتهاش انا مزيان باش تشوفوا, كتجي فريمون مزيره من هنايا. It's so cute, it's different. يعني ما عنديش حاجه هكا. اوكي دابا ندوزو لداكشي اللي كومفورتابل. شكل اخر عندنا هاد نقول لك السيت لونج سيت ولا شي حاجه. في الاول فاش كنت كنشوفهم ما كنتش كنحملهم, كنت نقول ماماني ما غادي ناخذهم, ولكن صراحه دي سوبر باكتيكول سورتو سورتو سورتو. دابا باينه بدات تمشي نيرسري فغادي نستعملهم بزاف بزاف بزاف. هادي حتى هي من ترينديول اس. ترينديول صراحه اي ام اوبسيست. ما عرفتش كيفاش ما كنتش كنعرفهم قبل ولا ما جربتهمش قبل. صراحه الكواليتي ديالهم ديال الدريسز ديالهم ديال كلشي ديالهم زوين واعر خطير جدا جدا جدا. فما عرفتش علاش قبل ما عمني ما عرفتهم حتى لدابا. ففوالا هاد السيت غتشوفوها في البيسه ديالك فاش كتجي. شوفوا ليا هادي, انا عارفه هادي اما تكونوا كتبغيوها يا اما كتكرهوها. شوفوا بالنسبه ليا انا هادي هادي ماشي ديال الخروج, انا نخرج نمشي بها غادي نخرج مع صحباتي ولا شي حاجه غدا ولا عشاء, ما عنديش لبسه هادي سي سور. لان يعني كتجيني شويه غير يعني تو تشيلد, يعني لونج ديال فور اكزامبل دابا بيان غادي تبدا نيرسري, فنقدر نمشي ندي بيان نوصلها النيرسري. الا بغيت نمشي كويكلي هكا غير كويك شوبينغ غروسري وداكشي نمشي لابساها. ففوالا النهار اللي يكون عندك ما عندكش فريمون الكانا باش تبقاي تاخدي حاجه وتشوفي شنو تلبسي معها, كتلبسي هذا كامل هكا وصافي. ففوالا صراحه انا اكثر حاجه كانت كنخاف منها هي انه يكون هكا ايتشي, لانه كاينين اللي كيكونوا هكا كيحكوك وهذا ما تيحكش بالمره. سوبر سوبر سوفت كتشوفوا وسخيخن سخيخن سخيخن. ام سو اكسايتد صراحه لانه غادي ينفعني بزاف 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 بزاف. قلت لكم انا هاد الهولا تكون all about practical clothes للماميز والناس اللي يعني عندهم خروج كل نهار وباغيين يحطوا شي حاجه يلبسوها, و at the same time يبانوا هكا put together, تبان لبسه هكا نقيه وكلين. يعني هذا واخا هكا تبان كيوت وكلين the color cream. فوالا كنت ما باين تدار مع بدر. وعند لكم باول سروال اللي هو هذا. انا يا حبي يا حبي للبلاك دينيم, ديما كنت باغا بلاك دينيم اللي هو يجيني زوين. هذا غادي نوريكم هو زوين ديال غير واحد الحاجه اللي هي بسيطه اللي انا ام نوت هابي وذات, ولكن ان شاء الله يعني غادي تقاد. يعني ما تخافوش غادي نقاد وغادي ندي عند التيلر وغادي نقص منه في الطول. ولكن هنايا يعني سايز وايز اللي هنا الفوق كيجي بيرفكت, كيجي فريمون زوين زوين بزاف. هذا خديت حتى هو من ترينديول 36 36. انا قلت لكم في السروال ديما كنلبس 36 وديما كناخذ 36 لانه عارفه 36 هو السايز ديالي كيجي قدي قدي قدي. ففوالا هو هذا طويل. وشوفوا في البيت جايز كيف ما قلت لكم شحال وانا تنقلب على بيرفكت هاي ويست جينز. And look at this, how beautiful. انا ديما عندي هذيك المشكل اللي قلت لكم ديال يا اما تيجوني هنا يا اما تيجوني هنا. يعني الا كانوا مزيرين هنا ما تيجوش قدي كاع ما تطلعوش, ولا كانوا جاو قدي هنايا تيجوني كبر هنا. ولكن هذا بيرفكت كيف ما كتشوفوا جاني اللاصق زوين. الحاجه الوحيده هو انه فريمون طويل طويل بزاف, فانا غادي نقص منه. انا لبست معاه هيلز غير باش نوريه لكم, فخصني ضروري نقص منه. ولكن هذا هو الشكل ديالو كيفاش داير. انا عجبني تيجي فريمون زوين الشكل ديالو فريمون زوين. خصني غير نقص منه باش نلبسو مع سنيكرز, لان انا باغي نلبسو سنيكرز ما باغيش نلبسو مع هاي هيلز. ففوالا اتس بيوتيفول اي لايك ات. وندوزو لتاني بانتس اللي هما الجينز ديالنا. هاد الجينز هاد الجينز هاد الجينز جمال هاد الجينز. شوف انا ما كان عندي حتى شي جينز اللي هكا مقطع من هنا. يعني هاد السليت اللي خرجو مؤخرا ما كانوش عندي, هادي اول مره كناخذهم. وهكا في واحد التقطيعه هكا في الجنب حتى هي كتجي فريمون زوينه. هذا من ترينديول حتى هو خديت 36. ما كنتش انا عارفه ترينديول عندهم جينز, ومع مني ما كناخذ الجينز اونلاين لانه قلت لكم عندي هذيك المشكله ديال هنا كيجوني كبار.
ولكن جاني بيرفكت، جاني زوين كومفورتابل، يعني هو اتس نوت ستريتشبل باي ذا واي، يعني الا كنتي كتلبسي كتر من 36 ما تاخديش 36 لانه ما تجبدش بالمره، يقدر يجيكم انكومفورتابل الا كليتو بزاف وهكا لانه اتس نوت ستريتشبل، ولكن الا كنتي هكا غادي تلبسيه هكا تمشي وداكشي راه اتس يعني اتس جود زوين. وفي البيسه ديالو كيجي فريمون ستيلي، كيجي فريمون زوين، فشوفوا في البيسه ديالك كيفاش تيجي. واحد الجين it's so beautiful. إلي شفت هاد little cat اللي فيها هكا، it's gorgeous. وهاد الكات اللي فيه لتحت اللبسة ديالو كيف ما كتشوفو، اللبسة ديالو كيف ما كتشوفو كتجي زوينة، يعني متجيش يعني ماشي هذا، تقدري تحركي فيه كيف ما بغيتي، يعني ماشي هداك لو جون جين اللي ما كتقدريش تحركي بالمرة. اي فوالا كيجي فريمون زوين في اللبسة ديالو، حتى هذا كان فريمون رخيص بزاف 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 بزاف. غادي نوريكم هاد البانت قبل ما ندوز لكم شي حاجه اخرى. هاد البانت اللي كتشوفوني لابسه دابا هادو من ليفايس، هادو خديت فيهم سايز سمول ولا اكسترا سمول، اي ثينك خديت اصغر حاجه، اصغر حاجه هي سمول يا اكسترا سمول، غادي تلقاو هما اللي خديتهم. صراحه هذا سوبر سوبر كومفورتبل، بحال لي لابسه ليجينز، هو ماشي ستريتشبل ولكن واسع لواحد الدرجه انك كتجلسي كومفورتابل ما كتحتاجي حتى شي حاجه، يعني اتس سو 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 بيوتيفول انا اي لاف ات. anyway غنوريكم هكا في البيسه ديالو كيفاش كيجي. هاد البانت ديال ليفايس ولا ليفيس تا هما صراحه كومفورتابل، هادو ديال كل نهار هكا مع الوليدات تلبسيهم، سوبر هاي ويستد باي ذا واي، فكيطلعوا حتى الفوق تلبسي معاهم كروب توب اللي عجبك. هذا الصيف اوف غادي نسكن فيه لانه الصراحه هكا كومفورتابل ما مزير حتى شي حاجه، ديال تحركي براحتك. فوالا شوفوا لي الروينه، اللور الروينه. ودابا غادي ندوزو للتوبس. قبل ما ندير لكم في التوبس اللي هما خان داكشي ديال البرد دابا، لانه حتى دبي باي ذا واي صبات فيها الشتا هاد الايام، كاين فيها شويه البرد، فانا اصلا قررت ناخذ سواترز وهكا ناخذ حويجات ديال البرد لانه نقدر نحتاج بغيت نجي للمغرب ولا شي حاجه. فاول حاجه غنوريكم هي ماشي سواره ديال البرد، خديت هذا واحد كروب توب، هو شيرت يعني شوميز هكا كروب توب، كتجي فريمون في اللبسه ديالها، كتجي شوفوا حاجه كتشوفوها هكا فريمون تتحقروها، ولكن شوفوا في اللبسه كيفاش كتجي فريمون كلاس اليغانت، تلبسيها هكا مع جوب، تلبسيها مع بانس وديري فوقها شي حاجة اميزين. عارف الباب مسدود وكتمشي وكتجي كتحاول تحله وكترجع. سو ندوزو نشوفو هذا في اللبسة ديالو كيفاش تيجي. هادي شيرت كروب توب، I love هاد الويست اللي فيه هنايا، تقدري تلبسي اكيد مع شي حاجه مور هاي ويستد اف يو وونت، ولكن شوفوا ليا هادي اتس سو بيوتيفول. الا بغيتي تلبسي كروب توب او مانتو بغيتي تلبسي شي حاجه الليربل اليغانت، فهادي هي انا نبغي نسدها اول ذا واي هير. اي فوالا هذا هو الشكل ديالها، اتس سو بيوتيفول. هادي عجبتني بزاف بزاف بزاف، عارفه راسي غادي نستعملها بزاف. وعندي هادوك هاي ويستد بانس ديال زارا، غادي نلبسها معاهم، تقدري ديري فوقها شي كوت ولا شي حاجه ولا تخليها غير هكاك. anyway انا عارفه راسي خصني ندير لكم بزاف ديال هكا لوك بوكس، و يعني نوريكم هاو تو ستايل ذا ستاف، لانه هذه صراحه اتس سو كيوت، اي لاف ات. فوالا قبل ما ندوز لكم السواريز قلت لكم خدينا هذا التيشيرت ديال تومي هيلفيجر، هذا شوفوا الا كنتو كتلبسوا يعني سايكلينغ شورتس، هذوك الشورتس هكا كيجي واعر معاهم، سينون بغيتي تلبسي مع بانت مع اللي بغيتي تلبسي كيجي زوين، سوبر كاجوال هكا تشيلد لوك ديال يعني خرج كل يوم ديال كل نهار، شي حاجه اللي كومفورتابل وبغيتي تلعبي وتجي تلبسي فيها. هذا خديتو من تومي هيلفيجر، هذا نقدر نكتشف لكم السايز ديالو، فهذا ترينديول خديت 36، وهذا من تومي هيلفيجر وخديت فيه هذا اكسترا سمول، فكيف ما كتشوفوا مكتوبه فيه تومي اتس سو بيوتيفول. هذا انا عارفه راسي غادي نستعملو بزاف وغتشوفوني لابسه بزاف، يعني ما تخافوش الناس ديال انستغرام غادي تشوفوني شنو غندير، انهلك باباه بالله. هو تومي هيلفيجر تيشيرت، انا التيشيرتات كنعيش فيهم، وهاد التيشيرت انا عارفه بلي غادي نلبسو بزاف 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 بزاف. شوفوا الشكل ديالو شحال زوين،
it is gorgeous. هكا فيه واحد البليتش افكت اللي هي بليتش. فشوفوا it's so beautiful. هذا عرفتي مع شي leather jacket. شوفي يعني ما مدنا مع اي حاجة بغيتي تلبسي غادي يجي زوين. الشكل ديالها تيحمق ففوالا. واحد الصوره غادي نوري لكم ما تفهموا فيه حتى شي حاجه. داتي هو اصلا مقلوب. شوفوا هذه الصوره فهمتوا شي حاجه؟ فهمتوا حتى شي حاجه؟ كيبان لكم غير سوارر بلاك نوار عادي سيمبل ما فيه حتى شي حاجه. شوفوا انا ديما كنبغي سورتو في الوينتر يعني مازال حنا في دبي يعني كنقدروا نلبسوا الصراحه اللي بغينا لي جوب نبغيو نلبسوا دريسز الالوان اللي بغينا كنلبسوهم الحمد لله. فالجو عندنا زوين. في المغرب المشكله انه يعني ما كتقدروش بزاف سورتو في الوينتر كنشوف كلشي لابس نوار كلشي لابس نوار. انا الحاله الوحيده اللي لبس فيها نوار الا كان شي حاجه بحال ما هذا. وغادي تفهموني دابا ملي غادي تشوفوه في اللبسه كيفاش كيجي. يعني هذا اش غادي نقول لكم حتى هو مع شي هاي ويستد ليذر بانت ولا ليذر سكيرت هذا من ترينديو خديت اس سمول. شوفوا في اللبسه باش تفهموني. فوالا عندنا سويتر اخر. شوفوا هذا السويتر it is so cute. هذا السويتر ديال يعني شنو غادي نقول لكم ديال هكا كاين البيض ولكن مع ذلك بغيتي تلبسي واحد لا جوب ليذر ولا باغي تلبسي شي ليذر بانت باغي تلبسي شي بانت زوينين سوري حيت باينه انت تمشى بالهيلز ديالي. ف فوالا غادي تبان زوينه هكا كيوت يعني ما بغيتي يعني بغيتي تبقاي سخونه ولكن في الوقت بغيتي واحد شويه هكا فوالا يعني شويه ديال التشيكيناس هكا. اي فوالا وصلنا لاخر سوارر ديالنا اللي هي هذه. شوف لي هذه السوارر كنحمق انا ما عرفتش علاش ما كنشريش سوارر مع اني كنحمق على السوارر كنلبس ديال بدر داكشي علاش ما كنشريش كاع السوارر والهوديز ديال بدر مسكين كنلبسهم لي سورتو ملي كنا مشينا لتركيا انا وبدر قلت ملي كنت حامله في السنين الاولى في الشهور الاولى كنا مشينا لتركيا هكا باش نديرو يعني بيبي مون كنسميوه بيبي مون. فدرنا في تركيا وكان لمدة البرد وانا كاع الهوديز والسواريز ديال بدر لبستهم لي لانه داك الوقت كانت هكا شويه كرشي كبيره وما كنتش ما عندي سواريز بالمره. فوالا انفست ان سويترز ناو. فوالا هادي لوك ات هادي حتى هي زوينه كاين بزاف ما عادش تلبس اصلا ملي تشوفوني ملي غندير ستايلينغ لانه غندير لكم ستايلينغ افرمسي جايز عندي لكم ستايلينغ. فشوفوها في الفيزا ديالها كيفاش كتجي. سويترز ضروري لانه دابا كاين البرد وانا ما كنشريش سويترز بالمره. اكثر حاجه عندي صراحه عندي هما دوك هكا تورتل نيك عندي بزاف هذوك في الالوان لانه كنلبسهم تحت كلشي كنحس بهم هذوك هما البيس ديال اي لبسه هكا في البرد. ولكن سواريز هكا ما عنديش فهذا يعني نبغي نلبسو سورتو هكا مع هاي ويستد بانس يعني تروزرز يجي هكا زوين جينز يجي زوين. نقدر عندي واحد الليذر اللي هي واحد هذا ديال الكويخ واحد الهاي ويستد سكيرت لبسها مع حتى هي تجي زوينه. فوالا الشكل ديالو فريمون زوين. هاد الالوان اصلا كيجيو زوينين وكيجيو عليهم في لي فوتو وباين ما بغيتش كنت عرفتي ملي كيكون بدر كيحمقها داك اللعب ديالو ما عرفت كيف انتم كيفاش دايرين مع ولادكم. ولكن انا بنتي معايا سويت هارت برينسيس كيفاش كتلعب كيفاش تتهضر تيجي بدر كيحمقها كتولي فحال شي ولد تنقص وتتغوت فضيعه. فوالا دابا غادي ندوز لكم الكادجت الاخرين ولا لي تخيك الاخرين اللي خديت. خديت واحد السنيكرز اللي انا حماقيت عليهم. انتم عارفين شحال كيعجبني كوم فاكس اولد ستايل كاع دوك كايند اوف سنيكرز. فشوف لي هذه خديتها من عند تومي هيلفيجر كما كتشوفوا زوينه الشكل ديالها كتجي في اللبسه ديالها سو كيوت مع الدريسز مع جينز مع اللي بغيتي تلبسيها تقدري تلبسيها. نتوما عارفين سنيكرز يعني ما تحتاجيش ليهم مبرر يعني مع اللي بغيتي تلبسيها. فهذه ديال تومي هيلفيجر هكا سو كيوت. شحال كنلبس انا كنلبس 36 بالنسبه للناس اللي انتريستد ان ماي فوت سايز سو اتس كنلبس 36 اي فوالا. هذا هو الشكل ديالها. هنا تقدروا تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها يعني كيوت كتجي بيرفكت. انا كنحمق على هذا الشكل ديال الشوز فضروري كان خصني ناخذ واحد. هاو بيوتيفول. هادو حتى هما تومي هيلفيجر كيف ما كتشوفوا دي سو بيوتيفول تيجيو في البيسا جورجيس. ندير لكم واحد الحاجه اللي انا ما قيستهاش لكم اللي هي بيجاما. فهذه بيجاما بانتس وهذا التوب ديالها نحط لكم لا فوتو ديالها كيفاش كتجي. بيجاما عادية كتجي فريمون اللبسة ديالها سيمبل بيوتيفول. حتى نصورها لكم الناس ديال هادي من ترينديو 36 خليط
حتى نصورها لكم، نقدر نحطها لكم هكا في انستغرام اللي بغيتو. سينو نحط لكم هنا لا فوتو، بحال لا فوتو نفس الكواليتي بحال لينن، فهي كواليتي ديالها فريمون زوينه. انا كيعجبوني البيجامات اللي لينن هكا، فهي ما تصلح لكمش هكا البرد ديال المغرب، ولكن تصلح للبرد ديال دبي. نسيت ما وريتكمش حاجه اخرى اللي هي هادي، هاد السوار حتاي شوفوا لي هاد السوار شحال كيوت. هاد السوار الكالور ديالها ماشي بيض كريمي، ولكن سوفتنس از اوت اوف ذيس وورلد. عرفتي السوفتنس ديالها كيفاش دايره وما تتحكش. اخر حاجه بالنسبه ما قيستهاش لكم اللي هي هادي، هذا خديت انا اللي عندي هكا الباتم ديال هكا في الاحمر، فاخديت هادو اللي هما البحر، فاخديت هذا ضويته هو لانه كان خصني واحد الاحمر، لانه عندي واحد الباتم وما عمرني ما لقيت ليه هذا الطوب، فاخيرا لقيت الطوب لكم. حاجه اخرين اللي خديتهم، هادو ما عندهم حتى علاقه باللبس ولكن عندهم علاقه بال العناية الشخصية. الله يخليكم، هذا البراند اللي هو ايفاس روشي، ولا ما عرف شنو كيفاش نقولوا ليه بالضبط، اللي هو هذا الجل دوش ديالو راه اتس اوت اوف ذا وورلد. بحال اللي كتاخذوا لاش، عرفتوا لاش السمال ديالو كيفاش كتبقى في الجسم ديالكم، هادو راه تيلصقوا في الجسم ديالكم ما تيحيدوش بالمره. دير سو اميزينغ، انا بغيت ناخذ من عندهم اكثر. غير دابا خديت غير هاد جوج باش يعني نجرب هادو كيفاش دايرين، ولكن الريحه ديالهم او ماي جاد زعما خصكم او ماي جاد. هذا باشن فروت. عرفتي ريحه الباشن فروت كيفاش دايره؟ يا ريت كنتو تقدروا تشموا الريحه ديالو، جميله جميله جدا. انا تعجبني لان عندي واحد صابون ديال النيله المغربيه، فاول حاجه كندير تنقاد مزيان، تنحك مزيان بالصابون ديال النيله، وهذا تنخليهم حتى الاخر، وتنديرهم طخفه، تنديرهم غير في يدي هكا وتنديرهم في الجسم ديالي، ولا كديريهم في اللوفه وتتحكي بهم حتى هما، ماشي تتحكي بهم، تديري بهم all over your body، وكتبقى الريحه ديالهم فريمون. هذه باي ذا واي passion fruit and ginger، وهذا coconut. انا كنحمق على اي حاجه ديال الكوكونات كتعجبني، سورتو الجلدوش. او ماي جاد الريحه ديالو خطيره. واحد الجلدوش كان عند ماما شحال هذا ملي كنا صغار، هذا بحالو ندوزو نشرب واحد اميها عافاكم. حاجه اخرى اللي خديت هادو ناس ديال ريتشوالز، اكيد ناس عندي هنايا اللي كيستعملوا ريتشوالز للدار ديالهم. الا بغيتي الدار ديالك تبقى الريحه ديالها كتقتل زعما يدرك راسك ماشي in a good way، يعني اللي دخل عندك غادي يقول لك شنو هي هاد الريحه. الوغ جربي هادو rituals، عندهم هادو اللي هما الهوم فريغرانس خطيرين. انا شوفوا جربت جوج وهما اللي كنحماق عليهم كنموت عليهم، نو ثلاثه. كاين وحده اللي سميتها بلاك عود ولا شي حاجه عود، بالنسبه للناس اللي كيبغيو شويه ديال العود هذيك اوكي. كاينه هادي وايلد فيج خطيره الريحه ديالها. نا guys if you trust me، الا كنتو كتثقوا فيا وفي الفريغرانسز ديالي انكم جربتوا البرفيومز ديالي، جربوا هاد الوايلد فيك. وكاين واحده اخرى سميتها سافيج جاردن، ما نقدرش ما عرفتش كيفاش صراحه اي واش كنت نقدر نعرض عليكم كامل نجيو عندي للدار باش تشموا، لانه الريحه ديالهم فريمون راه ما كاينش اللي غادي يجي عندك الدار وما غاديش يقول لك شنو هي الريحه. شفتوا دوك الريحه ديال المول ملي كتمشيو تدخلوا شي ماغازان اللي هو فريمون زوين وكتشموا واحد الريحه اللي كتقولوا واو، هو هذا الشيء. وايلد فيك جربوا وسافيج جاردن. الا كتبغيو العود جربوا هذاك بلاك عود ولا ما عرف شنو هو ديالهم، ولكن انا اي لاف ذيس وان. انا خديت غير هذه ميني اللي انا باغا نحطها هنايا في بيت نعاس، ولكن دابا مسجوده والريحه ديالها واو. سو ايماجين من عندي نحلها. حاجه اخرى اللي خديت هو هاد الكريم. هاد الكريم اكيد ما تكونوا جربتوه ولا شفتوه باغ انترنت، لانه بارتو كاين. هذا هو ميراكل كريم اللي هو سمعت عليه بزاف 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 ديال زعما ريفيوز، جود ريفيوز، فانا قلت غادي نجربو وخديتو داكشي علاش هو غادي نجربوه دابا. جود جاب امام. بعدا انا كنت كنقول هاد الهول امتى غادي نديرها لكم، لان عندي حماتي في الدار فما عنديش الوقت فريمون باش نصور لكم، فانا كنت كنصور الانستغرام باش نوريهم هاد الشيء اللي انا خديت من عند سيك شوب. شويه قلت علاش لا تنصور صوري اليوتيوب، توحشوك حتى هما وانا حتى انا كنتوحشو بزاف بزاف بزاف، فعلاش لا ما نديرش لكم. شوف انا عندي بزاف ما ندير لكم، عندي انبوكسينغ كان الانيفرساري ديالي وجاني كادو من عند بدر، جاني ثلاثه ديال لي كادو. بما انه انا من مدمنين الشوز كنحمق على الشوز، فجاني ثلاثه ديال لي كادو اللي بغا نوريهم لكم، ولكن بصراحه ما صورتش لكم في الانيفرساري ديالي اللي بغيتو يبقى شويه ديال البرايفسي. شوفوا
حياه الحياه الشخصيه اللي هي سورتو الزوج ديالك الزوج ديالك يعني مثلا نهضر على كاين اللي كيكون الزوج ديالها مرتاح في السوشيال ميديا. انا راجل الزوج ديالي العزيز ما مرتاحش بزاف، ماشي كيبغي السوشيال ميديا، كيبغيني انا يصورني زعما ندير انا اللي بغيت، ولكن هو ما كيرتاحش بزاف انه نبقى نصورو، سورتو انا ملي كيكون عندنا واحد لو مومون هكا يعني برايفت مومنت ما كنبغيش هكا اي دونت لايك تو رون ات هكا بالكاميرا ونحد داكشي. وسورتو الانيفرساري ديالنا لانه اتس بين ا وايل وبغينا هكا انجوي زعما غير انا وياه. فوالا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كيما كتشوفوا باين محيحه عليا فغادي نمشي نعطيها شويه الوقت حتى هي. اوكي جاب كم let me clean enjoy my hair guys حيت ان شاء الله الفيديو الجاي تشوفوا واحد التشينج اللي هو كبير. سو جيسبر يكون عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم، خليو ليا وقولوا ليا شنو هي الايتم اللي عجبتكم بزاف. سو سينو غادي نخلي لكم لينكس ديال كاع الايتمز الا كانوا مازال ان ستوك، فان شاء الله كلهم يكونوا مازال في ان ستوك، كلهم غنخليهم لكم كلهم ان ستوك فنخليهم لكم. وحاجه اخرى ما تنساوش ديسكاونت كود ديالي اللي هو ML1 كيف ما قلت لكم. اوكي اي ويل كام مام جست جيف مي ا سيكند. سو كيف ما قلت لكم ML1 هو الديسكاونت كود ديالي وهاد الايتيمز كلهم ديجا ديسكاونتد، وفوق هذاك الديسكاونت برايس غيعطيوكم ديسكاونت اللي هو ديالي انا. فجيسبر يكون عجبكم هاد الايتيمز ديال اليوم وعجبكم الديسكاونت اللي انا جبت لكم، كيعجبني ملي كنجيب لكم هكا ديسكاونت. فوالا سالينا الفيديو ديالنا ديال اليوم، نخليو هذوك المسجز ليتل مسجز للنصائح اللي كنعطيكم لي فيديو هكا الفلوجات اللي هما عاديين، وهاد لي فيديو اللي غيكون فيهم تراي اون هول ولا غادي يكون فيهم لوك بوك ما ندلو فيهم. بغيت نقول لكم I love you guys so much. I'm so grateful حيت عندي بزاف ديال الناس ظريفين كيخليو ليا دي ميساج تيحمقوا، الله يخليكم ليا ديما ديما ديما. I love you guys so much ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي ديالي. تشاو تشاو.